بجدد التحية مرة تانية لحضراتكم. ودلوقتي وصلنا لفقرتنا الإخبارية اللي هنناقش فيها أهم الأخبار والمقالات والحوارات والتحقيقات المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية. شرفنا ونورنا فيها الكاتب الصحفي الأستاذ عادل السنهوري، رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع. مرحب بحضرتك، صباح الخير. صباح الخير يا فاتن، وصباح الخير على كل المشاهدين، ودايما بكون سعيد معاكم يعني في الفقرة الصباحية. حضرتك منورنا يا فندم. خلونا نبدأ جولتنا بخبر هام جدا. تابعنا امبارح كلنا عمليات التنمية اللي بتتم في الصعيد بشكل غير مسبوق. سيادة الرئيس بالأمس خلال افتتاحه لعدد من المشروعات الحقيقة اللي كانت موجودة التنموية بمحافظات مختلفة في صعيد مصر، أكد على أهمية مشاركة القطاع الخاص في المشاريع القومية، ودعا كل المشاركين أو كل العاملين داخل القطاع الخاص أن يتم التوسع في المشاركة بعدة قطاعات أبرزها القطاع الزراعي، وأشار إلى أن مشروعات الخدمة الوطنية متاحة للطرح في البورصة والمشاركة أيضا مع القطاع الخاص، قائلا مشاركتكم في المشروعات توجه دولة وما فيش مزاحمة، احنا أسرة واحدة. الرئيس السيسي قال كمان عمر ما روحي المعنوية تأثرت، التحدي أنا شايفه من 20 أو 25 سنة ومش جديد عليا، محتاجين كلنا نكون شايفين الرؤية زي بعض ونتحرك كمان زي بعض. التخلف أسبابه الجهل والفقر وقلة الوعي، بننفذ مشروعات ضخمة عشان نربح بيها رضا ربنا ورضا الناس، وهيكون سيادته راضي زي ما قال لما يوصل دخل المواطن لعشرة أو عشرين ألف جنيه شهريا. الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم التحية والتقدير لجميع المصريين وبصفة خاصة مواطني الصعيد، وقال سيادته كل التحية والتقدير لأهالينا بصفة خاصة في الصعيد ولكل المصريين، ده يوم من مجموعة أيام هنخصصهم لافتتاح المشروعات اللي تم الانتهاء منها في صعيد مصر. الحقيقة امبارح مجموعة كبيرة جدا من المشروعات تم افتتاحها، بس كمان الملاحظ ان كان في رسائل هامة وقوية جدا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس. طيب خلينا نقول الأول يعني الزيارة الرئاسية للصعيد أو لأسيوط تحديدا والافتتاحات اللي تمت. خلينا نقول دي أولا كانت الرسالة الأولى اللي بأكد عليها الرئيس، أنه من منذ توليه المقاليد الحكم وأن الصعيد ومحافظاته الثمانية أصبحوا في قائمة أولويات التنمية للقيادة السياسية وللدولة، وهذا لم يكن مجرد كلام فقط، وإنما احنا شفنا من 2014 في السبع سنوات الماضية حجم الاستثمارات وحجم الاهتمام وحجم المشروعات اللي تم ضخها وإطلاقها، مشروعات كبرى قومية كبرى وإطلاقها في المحافظات الصعيد من أسوان حتى الفيوم وبني سويف والمنيا، وربما اللي كان تتويجها المشروع القومي الأضخم يمكن يعني في تاريخ البشرية هو مشروع حياة كريمة. صحيح. اللي تتكلمي على 700 أكتر من 700 مليار جنيه لي يعني تغيير حياة 60 مليون مواطن على أنحاء مصر، بيستأثر الصعيد نصيب الأسد من مشروعات حياة كريمة ومن جملة استثمارات المخصصة لهذا المشروع من حياة كريمة للصعيد بقراه ومراكزه، واعتقد الاحصائيات اللي اتقالت امبارح ده شيء مهم. فبالتالي اذا هذه الزياره التي تتبعها زيارات اخرى ان شاء الله بالليل، احنا واضح ان الاسبوع ده هو اسبوع الصعيد، اسبوع السبت ان شاء الله وغيره يعني على مدار الاسبوع. صحيح. القادم كله هو سيادته نفسه قال ان احنا عندنا افتتاحات على مدار الايام اللي جايه في صعيد مصر. انت عندك اسبوع من الافتتاحات، هو عباره ودي كانت رساله لاعاده الهندسة الجغرافية والهندسة المكانية والسكانية أيضا والاجتماعية لجزء عزيز علينا جميعا، للأسف تعرض لإهمال سواء متعمد أو غير متعمد، تعرض لتجاهل، فبالتالي أصبح إحساسه دائما البعد فاتن بيجي من الإحساس بالتجاهل والتهميش. صحيح. البعد مش مسافة يعني، والصعيد مش بعيد يعني، بتكلمنا في دول بتسافر لها بالطياره بسبع ساعات جوه. صحيح. الدوله انت بتتكلم على ساعتين ثلاثه. فبالتالي هو طوال الخمسين عام الماضيه تقريبا مع اهمال الصعيد، وده تاثرت بيه كمان، خلي بالك الاهمال الصعيد ادى الى
للاسف عشوائيه العاصمه. صحيح. وهو العاصمه الكبرى. ما هو بيحصل هجره داخليه من الصعيد لطلب العمل. بسبب صحيح. عدم وجود فرص عمل، مفيش حياه كريمه يستطيع ان يعيشها، ضاقت كل الفرص امامه، فلم يكن امامه سوى اما الهجره الداخليه او الهجره الخارجيه للبحث عن فرصه عمل ولقمه عيش. فبالتالي حصل ده تاثيرات سيئه للغايه غير ايجابيه على العاصمه التي تم ترييفها بمعنى صح، وتحولت الى عشوائيات وشفنا اللي بيحصل دلوقتي، وكمان عواصم المدن الكبرى زي الاسكندريه وغيره. فبالتالي انت بتعيدي مره اخرى هندسه الصعيد من خلال هذه المشروعات الضخمه. بتتكلمي على هندسه خرائط بقت عرضيه وليست طوليه. صحيح. من خلال المحاور الجسور والطرى اللي اتعملت لربط شرق وغرب النيل، ثم ربط المحافظات كمان بالساحل البحر الاحمر. صحيح. من خلال المحاور اللي تم افتتاحها وهيتم افتتاحها كمان والاعلان عنها خلال الزياره القادمه. دي كانت الرساله الاولى، انه الصعيد اصبح الان له اقدامه على خريطه التنميه في مصر، بل بالعكس له النصيب الاكبر خلال خطه الاستثمارات القادمه لغايه 2030 من خطه الاستثمارات الحكوميه الضخمه في خطه التنميه الشامله ومشروع حياه كريم. ده نمره واحد. نمره اتنين، بالفعل الرئيس في رسالته للقطاع الخاص هو بيبدد كلام كتير قوي. وبيرد على اقاويل كتيره وشائعات بتتردد ان القطاع الخاص ما دلوقتي ما عادش مشارك وما عادش له دور، وان الدور هو الدوله اللي هي بيبني. المشكله بص يا فاتن، انا اعتقد الرئيس واعي جدا ومدرك جدا لحاجه، وحاجه مهمه جدا بالمناسبه، وحاجه في الاقتصاد طبيعيه جدا، وهي فكره ان انت اهلا وسهلا بيك كمستثمر في اطار خطه التنميه الشامله. صحيح. انا عندي خطه تنميه لهذا المكان بتتطلب 1 2 3 4، اهلا بيك في هذه المجالات اللي انا عاوزها. مفيش استثمار عشوائي. صح. فكره الاستثمار اللي كان قبل كده يعني دعه يعمل دعه يمر، ما اهلا وسهلا مطلوب، ولكن من خلال خطه الدوله التنمويه اللي انا حاططها. انا عندي خطه حاططها لغايه 2030 او 2032، ففي اطارها ان انت حضرتك انت معايا ايد بايد، دي الشراكه الحقيقيه المطلوبه. للاسف بعض، مش هقول كل يعني، شركات القطاع الخاص ما زال العقليه المتحكمه في الاستثمارات اللي هي فكره الربح السريع، العمل السريع والربح السريع والعائد السريع والعشوائي، بدون ما يكون داخل خطه التنميه اللي انا عاوز. يعني انا مثلا في اتجاه للتصنيع، فمرحبا بيك اهلا وسهلا، والله محتاج في الصعيد استثمارات نوعها 1 2 3 4، اللي عنده اديله المزايا ويتفضل اهلا وسهلا في اطار خطه الدوله. ليه بقى؟ تأكيد الرئيس على انه ده توجه دوله، وفعلا هو توجه دوله. انا من ساعه ما اعتمدت قاعده او منهج الاقتصاد الحر، فبالتالي طبيعي جدا انه 70% من اجمالي الاستثمارات المفروض القطاع الخاص يقوم بيها. وامبارح اتضرب مثل بالشركه اللي كسبت في خلال السبع سنين حوالي 75. ليه بقى؟ لانه انت عملتي ضمن خطه تنميتي انا، انت عايز تساعدني في تنفيذ هذه الخطه. يعني في مكاسب، يعني في السنه ب 11 مليون، يعني ما هو ده مكسب 11 مليون، ده مكسب كبير. اللي هو اشتغل صح، او يكون يعني عائد ليس سريع، ولكنما هو عائد مضمون، لان انا بشتغل ضمن خطه الدوله. وعلى فكره مش هتلاقي دوله بره كده او اي دوله بتعتمد الاقتصاد الحر في يعني باقصى درجاته هتسيب الاقتصاد القطاع الخاص بيشتغل لوحده يعني. صحيح. لا، ما فيش حاجه كده في العالم. هي للاسف عندنا حصلت في فتره من الفترات. صحيح. لسنوات ماضيه، وللاسف يعني ما حققتش المطلوب منها، او اللي هو كان مطلوب انه نعيش بقى الاقتصاد الحر والانفتاح، للاسف جت نتائج سلبيه. انما النتائج دلوقتي العائد بتاعها يشعر به جميع المواطنين. صحيح. وليست فئه معينه. دي حاجه. الحاجه الثانيه فكره الوعي. فكره الوعي دايما الرئيس بياكد عليها، وهو كمان يعني هو بيفتتح ده مش عايز يدي الصوره الورديه. يا جماعه دي قدامنا تحديات، احنا بنعمل، لكن محتاج وعي عشان يستوعب المتغيرات اللي احنا بنعملها والانجازات اللي احنا بنعملها. رساله واضحه كمان بتاعت زياده اعداد السكان، يعني لما وزير الماليه وقف وقال واحنا جايين قاريين احصائيه الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء، وهو بيتحدث ان كل دقيقه 2.4 بمعدل 2.4 طفل، يعني معنى ذلك ان احنا هنزيد
هو دي هي دي اللي قد كده ربما صدمت يعني بعض لا. انه في كانت فكره بطاقات التموين أوه. ما انا لازم اخد اجراءات اذا ما جاتش فكره بقى الحملات الارشاديه والحملات اللي بتقوم بيها والخطه تقوم بيها وزاره التضامن او وزاره الصحه او الاوقاف ولا اخره فهضطر امام ازاء هذه المشكله الخطيره جدا اللي هي اكلت اليابس والاخضر زي ما شفنا امبارح الخريطه على الاراضي الزراعيه يعني يبقى الصعيد كله ظهير صحراوي والناس بتبنى على الاراضي الزراعيه صح. وفي النهايه نيجي نشكي من الاسعار ما انت مش واخد بالك ان انت اللي بتعمله ده انت بتضر نفسك بايدك انت فبالتالي يجب ان يكون هناك امبارح لمس نقطه هامه جدا اللي هي فكره اسعار الشقق يعني اللي هو فكره التكلفه الماديه اللي تعود على المواطن لما يعني انا بقول له ما تبنيش على ارضك بس بوفر له وحده سكنيه صحيح. فالمفترض ان هذه الوحده السكنيه تكون في يعني بنفس التكلفه اللي هو هيتكلفها لو هيبني على الارض يعني فكره الاتاحه المناسبه هي دي بقى محتاجه ثقافه بقى أوه. انت فكره يعني انا غيرت في المكان انا محتاج الانسان بالفعل هو كمان يتغير صح. هنا انت تقولي مسؤوليه الدوله ومسؤوليه الفرد فبالتالي انا عملت كدوله اللي انت عاوزه انت كنت بتعاني من يعني في مجالات كلها زي ما استعرض السيد رئيس الوزراء امبارح في كل المجالات حصلت التنميه او العجله دارت زي ما بيقولوا يعني لغايه بتتكلمي كمان في مدى 4 أو 5 سنين هتكوني حققتي في مشاريع تمت كتيره جدا حياه كريمه بدات نتائجها الكامله تظهر الى اخره من حيث الطاقه للتعليم للطرق للاسكان لكل شيء طب خلينا نقول بعض الارقام برضو لان الخبر الخاص واللي كان على لسان رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي عن المشروعات المنفذه والجاري تنفيذها بمحافظات الصعيد والبحر الاحمر في قطاع الزراعه واستصلاح الاراضي استثمارات حوالي 17 مليار جنيه خلال السنوات الماضيه ووضح انه تم استصلاح 550 الف فدان في شرق العينات وادوشكي وغرب المنيا وتم تطوير منظومه الري الحديث لحوالي 300 الف فدان وتم تاهيل ورفع كفاءه الترعه بتكلفه حوالي 6.6 مليار جنيه والحمايه من اخطار السيول بلغت حوالي 4.2 مليار جنيه بنسبه زياده حوالي 4 أضعاف وتم انشاء واحلال 252 محطه رفع وتطوير الري في الاراضي القديمه بتكلفه حوالي 828 مليون جنيه رئيس الوزراء كشف ايضا خلال افتتاح مجمع انتاج البنزين بشركه اسيوط امبارح وده طبعا بتشريف سياده الرئيس عن انشاء اكبر مزرعه تمور في العالم على مساحه 40 الف فدان لزراعه 2 مليون نخله في توشكا ولفت الى انه تم توصيل الغاز الطبيعي لحوالي 1.1 مليون وحده سكنيه اضافه الى العمل على تنميه حقول البترول والتكرير والغاز الطبيعي كل المشروعات دي بتهدف الى الاكتفاء الذاتي من منتجات الوقود توسيع وصول الغاز الطبيعي للاهالي في كل ربوع مصر خاصة أهالينا في الصعيد المشروعات والأرقام الحقيقة مبهرة يعني بالتأكيد. الأرقام كبيرة وزي ما حضرتك قلت أن الصعيد مهمل لسنوات طويلة فلما نشوف كم هذه الإنشاءات أعتقد أن يعني إحنا في خلال فترة بسيطة ممكن المواطن في الصعيد يشعر بقى أن بقى فيه تحسن شوف أستاذة فاتن الأمن القومي والسلام الاجتماعي يستحقان الكثير صحيح يستحقان سواء المال والنفس التضحية بالمال والتضحية بالنفس يعني أنا دايما رابط ما بين الصعيد وسيناء يعني سيناء برضو نفس الحكاية الاهتمام بيها اهتمام عالي عالي جدا والصعيد أيضا لأنه ده أمن قومي وأمن اجتماعي وكمان يعني بتأثير على التركيبة الاجتماعية والتركيبة السكانية في مصر يعني بالتأكيد أنا عندي منطقة يعني إهمالها أدى إلى تأثيرات سلبية كثيرة جدا يعني أنت كانت فترة من فترات اللي هو الصعيد الصورة الذهنية النمطية إنه بيصدر الإرهاب ويصدر العنف صحيح. ويصدر معرفش إيه طبعا كنا دايما زمان بنجي ده عشان كده الرئيس في كلمته إن أنا واعي بالمشاكل صح. من 20 ولا 25 سنة والتحديات إنه بالفعل مش هنحارب الإرهاب والتطرف ده الا بالتنميه والتنميه المدروسه صحيح. معلش لما انت اصبح عندك قاعده بيانات سليمه واضح قدامك دلوقتي يعني هضخ فلوس فين وبعدين بضخ استثمارات بحوكمه استثمارات المساله ما فيش بقى جهه تيجي تحط تضخ فلوس في الجهه دي وتيجي جهه تانيه بنفس الجهه يبقى كان في فتره من فترات كده ايه كله مياه شرب
كله مش عارف يعني عارفه. لا اصبح في حوكمه من خلال قاعده البيانات ومن خلال دراسه كمان المناطق الاكثر احتياجا. احنا كنا دايما الاحصائيات بتطلع انه يا جماعه لازم نركز على مناطق معينه، ما نروحش كلنا نروح حته يعني منوره فنروح كمان منوره اكتر، بس لا خلاص يعني ونسيب الباقي كله ونسيب مظلم الباقي. لا المساله كلها دلوقتي مدروسه ومحسوبه وفق قاعده بيانات، وفق الاحصائيات اللي صدرت جهاز مركزي المحاسبات. محافظات بتتعدي، شوف دلوقتي لو كنا بنقول مثلا الفيوم بني سويف المنيا سوهاج، دي كانت الاكثر المحافظات فقرا. تعال شوف دلوقتي ما يجري في بني سويف وما يجري في الفيوم وما يجري في 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 المنيا وفي سوهاج وفي اسيوط. صحيح. مش هنقول خلي الاقصر واسوان يعني على جنب، انما في المحافظات دي اللي هي كانت دايما بنقول عليها بتصدر العنف والارهاب اصبح دلوقتي بتستاسف بكميه مشاريع. وهنا بتحس ان انت كمان فكره انه الرعايه اللي هو يعني فكره الرعايه الاجتماعيه، العداله الاجتماعيه. صحيح. انا عايز عداله من الدوله توفر لي احتياجاتي اللي انا محتاجها، الاحتياجات البسيطه التي تكري عنها المواطن في الصعيد. صحيح. فبالتالي انا اعتقد ان ده يقضي على اشياء كثيره جدا. هنا ياتي دور المسؤوليه الاجتماعيه بقى للفرد، ان هو يجب ان يكون رد الفعل يساوي الانجاز الذي فكره أتحق. الاتفاق في يعني في التنفيذ وفي الرؤى وفي حاجات كتير. طب الحقيقه من الاخبار المهمه جدا واللي كلنا انتظرناها مع يعني الاعلان عن وجود عاصمه اداريه جديده لمصر النهارده، دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الخميس هيعقد اول اجتماع لمجلس الوزراء في مقر مبنى المجلس بالعاصمه الاداريه الجديده تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، والخاصه ببدء الانتقال التدريجي للحكومه للعمل من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بنهاية الشهر الجاري. رئيس الوزراء أكد أنه بدأ بالفعل عدد من الوزارات أنهم يتسلموا المباني الخاصة بها، وبدأ يتواجد عدد من الوزراء في مقر وزاراتهم بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم التشغيل التجريبي لهذه المباني على مدى الأشهر الستة، أو هيبدأ إن شاء الله على مدى الأشهر الستة المقبلة. خبر حلو أن احنا بدأنا هننقل بقى. نتمنى كل بينتظر ده. صحيح. ده كان لازم يتم من بدري، يعني شوفي الحرب كانت شغالة يعني، ولكن ما هي حرب واعيه بالمناسبه. احيانا عدوك بيكون فاهم انت بتعمل ايه. صحيح. بس هو عايز عارفه يربكك انت. ده كان لازم يحصل من فتره طويله جدا، ان انا استثمر هذه المناطق، ان انا اعمل اعاده توازن للتركيبه السكانيه تاني، التوزيع السكاني. صح. انا عايش على 5 أو 6%، انا عايز اخليهم خلال يعني وفق رؤية الرئيس أو الجمهورية الجديدة يبقى 14% على مساحة مصر، ثم بعد ذلك أكثر من ذلك. إن أنت عندك مناطق كتير جدا مش مستغلة. فأنا عندي عاصمة الكل كان يشكك وكان بينتظر وبينقول إحنا رايحين فين، لا أنت رايح على منطقة تانية جديدة خالص، وخاصة إن هذه المنطقة العاصمة الإدارية هي جزء من مشروع ضخم جدا لتطوير. أنت بتتكلمي على منطقة قناة السويس كلها كمان للمستقبل. المستقبل لأجيالنا اللي مش أجيالنا بقى، أولادنا هيشوفوه بعد كده وهيحصدوا ثماره. فبالتالي أنا أعتقد النهاردة دي خطوة مهمة جدا عشان يعني الكل يتثبت، الكل يتيقن إن احنا لا احنا رايحين. والدولة وفرت على فكرة، الحكومة وفرت كل وسائل يعني الإعاشة والانتقال والإقامة. صحيح. والإقامة يعني سواء في المدن القريبة من العاصمة الإدارية زي مدينة بدر أو الشروق أو غيره، وفرت هناك المساكن الموظفين وسائل الانتقال. انت شايفه القطار الكهربائي والقطار السريع والمواصلات العامه، يعني ما اصبحتش المساله بعيده زي ما احنا كنا متخيلين زمان كده ان مدينه نصر بعيده. صح. اصبحت في وسط البلد لما التجمع لا تجمع وبعد كده هيبدا يبقى في مساحه العاصمه. ما فيش دول بتعيش كده بالشكل اللي احنا عايشينه. احنا بنزور دول ان هي ليه مش حاسين بالازمه السكانيه؟ لان هم عايشين على كل الرقعه بتاعتهم. فبالتالي اعتقد ده خطوه مهمه جدا، وكله هينتظر النهارده المؤتمر الصحفي، وكله يتشجع، وان شاء الله خلال من هنا لغايه يونيو تكون بالفعل كل الوزارات والهيئات الحكومه انتقلت، وده هيكون ده بقى اللي احنا بنقول عليه اعاده التفريغ والخلخله السكانيه في القاهره. صحيح. تعود مره اخرى عاصمه تليق بالجمهوريه الجديده، تبقى العاصمه الثقافيه كل الدول كده، العاصمة الثقافية
والحضريه وهناك العاصمه السياسيه والاداريه. صحيح. هي ده اللي احنا كنا بنبحث عنه دايما. صحيح. نروح لملف اخر خاص بملف التعليم. قال ايمن ناصري رئيس المنتدى العربي الاوروبي للحوار وحقوق الانسان بجنيف انه على مدار 6 سنوات اتخذت الدوله المصريه عده قرارات ساهمت بشكل كبير في تطوير التعليم والنظام العلمي، واضاف ان تطوير ملف التعليم اكدوا عدد من الخبراء بدايه من اطلاق رئيس الجمهوريه مبادره مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر عام 2014. الحقيقه شملت عده محاور اهمها تاسيس بنك المعرفه المصري من خلال تاسيس أكبر مكتبة رقمية في العالم بتتكون من المحتوى المعرفي الأكبر لأكبر دور النشر في العالم. متابع أن وزارة التربية والتعليم عملت على تغيير منظومة التعليم لرفع مستوى التعليم في مصر طبقا لأحدث التقنيات والدراسات الدولية، كما أقدمت الوزارة على تطوير مناهج التعليم، وكل الأمور دي ساهمت بشكل كبير في الارتقاء بالمنظومة التعليمية بإيمانا من الدولة المصرية أن أساس أي نهوض ونجاح لأي أمة هو التعليم. يعني دي شهادة الحقيقة بتعتبر أنها شهادة من منظمة دولية يعني لفكرة التعليم في مصر. لكن يبقى بقى كمان والأهم أن احنا لو الدولة بتشتغل على تطوير التعليم احنا محتاجين أن الناس نفسها تتقبل فكرة التغيير. حضرتك بتشوف لو كتبنا أي خبر عن التعليم بس كم الانتقادات اللي بتنزل أو الشكوى طبيعي. لو مش يعني أو مش الانتقاد الشكوى بتلاقيها كبيرة. بس طبيعي جدا احنا شعوب يعني احنا شعبنا شعب يعني قديم شويه يعني اعتاد على انه يعيش جنب النيل. فهو اي خلي بالك اي تغيير بيقابله مقاومه شديده جدا. فما بالك اذا كانت المقاومه في التعليم هنا مقاومه محسوبه لان انت بالمنظومه الجديده اللي لازم تستمر فيها. انا مطالب لا انه خلاص لا تراجع ولا استسلام. يعني لما فكره العوده تبقى كارثيه. انا بتكلم انه يجب ان استمر فيها. هي بالفعل تحتاج 15 سنه محسوبه فيجب ان استمر. لكن هناك من يقاوم لان انت بتقاومي هناك مصالح ونفوذ كبير جدا، مصالح كتيره جدا انت بتقاوميها وتحاربيها. كان بيتحقق من وراء المنظومه التقليديه البائسه جدا للتعليم في مصر للاسف من وراء مكاسب بالمليارات وميزانيه الدوله والاسر بتتحمل اعباء رهيبه جدا من دروس خصوصيه الى اخره اللي هي صحيح. كان تكلفتها تقريبا تقدر ما بين 16 احيانا مليار في حدها الادنى ل 45 مليار في حدها الاعلى. صحيح. وتحول التعليم الى تجاره بعد ذلك في جانب اخر. فبالتالي انت بتحاربي بمقاومه مدروسه ومحسوبه لكن عليك ان تستمر. اتحاربت بالتابلت ما حدش بيجيب سيره التابلت دلوقتي. صح. طلع لنا سنه رابعه طلعتها تطلع لنا بعد كده اولى اعدادي وهتطلع لنا يجب ان تستمر. بس هي المساله محتاجه تسويق اكتر من ذلك. صحيح. انه في النهايه اللي بيتحقق في انجاز. بالتاكيد اي جديد وبالتالي له اعراض جانبيه بالتاكيد، لكن هي المساله ان انا ما سيبهاش ان انا اعالجها. صحيح. في النهايه علشان انا شايف انه في الاستراتيجيه في الاخيره ان انا هقدم تعليم يليق بمصر. صحيح. وكان المفروض ده يتم من زمان. يعني احنا للاسف اتاخرنا كتير جدا عشان نطبق منظومه تطوير التعليم الجديده. الناس مش مستوعبه قوي انما هتستوعب بعدين يعني. صحيح. لما تحس انه ده في الصالح العام وفي صالح الاجيال الجديده اللي جايه ان شاء الله. الله بالشهادات اللي احنا شايفينها. يعني الناس العالم شايفنا بصوره لكن للاسف اصحاب او اعداء النجاح زي ما بيقولوا واللي هم ضد التغيير شايفين بصوره ثانيه لانه ده مش ضد مصالحهم بمعنى اصح. صحيح. انا بشكر حضرتك جدا استاذ عادل سنهوري رئيس تحرير تنفيذي اليوم السابع، شرفتنا ونورتنا يا فندم. شكرا فاتي الوقت فات بسرعه وانا سعيد بكون معاك. شكرا لوجود حضرتك معايا. مشاهدينا الكرام بكده بنكون انتهت جولتنا الاخباريه. هنسيب حضراتكم مع تقرير عن مرور 75 عام على تاسيس منظمه اليونيسيف، بعدها ان شاء الله عندنا فقره مهمه هنشرح لحضراتكم وايه اللي حصل امبارح في الصعيد وايه المفترض والمأمول ان هو يتم في خلال اسبوع النهارده. يعني هنبداه باذن الله اسبوع الصعيد لاهالينا وما تم تقديمه من الدوله المصريه لهم بعد طول غياب.